عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم مجددا من منطقة حزرة. طبعا الصخرة هذه لفتت انتباهي فأكرمنا بهذا النقش. ماني قادر أقرأه بالضبط وغير واضح، بس كأنه أنا عبد الله في ابن إبراهيم، والأخير هذه ابن حسن. ويعني سبحان الله العظيم، مكان يعني بتجاويفه جميل جدا. كذلك هناك في عدة نقوش على نفس الصخرة، لكن سبحان الله هذه مع عوامل التأرية لا تكاد تبان، يعني ما تبان مع الأسف مع بعض العبث، لكن هي بصفة عامة حاجة جميلة. وهذه منازل لأبناء أو أحفاد سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، والشباب هناك حنروح لهم إن شاء الله. وآخر المطاف حيكون لنقش سيدنا زيد بن حسن بن علي رضي الله عنه وارضاه، اللي وثقني الشباب هنا ما شاء الله قاعدين يوثقوا. هذا أخونا الدكتور عبد الزر الرفاعي، والسيدة زيدية المسكي، والباحث أخونا حمزة جميل وأبو ريان. معانا طبعا أخويا الكبير والقدير أستاذي عبد الرحمن عاشور أبو بشرى، هذه إحدى النقوشات هنا ما شاء الله تبارك الله. سبحان الله، وهذه بعض النقوشات كذلك. نتجه هنا عند الشباب. هذه هنا طبقة، أتوقع الطبقة دي طايحة، ولا كان هذا كله نقش؟ هذه طبقة، شوف والله سبحان الله. أنا عمر بن محمد أسأل الله الجنة، ما أدري هنا إيش، وعبد كأنه المنتصر الأسلمي. عمر آمن بالله، أنا الأسلمي هنا، كأنه أنا الأسلمي أبا كذا آمن بالله. عجيب، هل صورة رجل هنا، هل تكون ثمودية يا شباب؟ هي شوف عندك هذه كذا. أيوه سبحان الله، هذا نكشف باين رجل. أيوه رجل سبحان الله، وهذا كلها سبحان الله. الله مع التشكيلات والتجاويف هذه، كل بعد شوية نطلع شكل جديد. لا إله إلا الله. شوف على سبيل المثال هناك السمكة هذه، وأنا صورت لكم هي قبل كذا. شوفوا سبحان الله كأن نرى السمك، سبحان الله العظيم. الصخرة دي اللي قاعدة لحالها فوق، والآن إحنا هدفنا اللي هو هذا النقش الكبير، نقش زيد بن حسن بن علي رضي الله عنه. زيد بن حسن، ايوه، والد الحسن بن زيد امير المدينه في العصر العباسي، ايوه، لم جعفر بن منصور ابوه، ايوه، هذا زيد يعني هذا جده ولا والده؟ والده هو الحسن بن زيد. هذا النقش مكتوب فيه آمن زيد بن حسن بالله وحده لا شريك له، وشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله، على ذلك يحيى ما حي وعليه يموت، إذا مات وهو يسأل الله أن يقربه من محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما قربه منه في الدنيا، وأن يجعله من أحبائه وأصفياه ونجباه. اللهم بارك لنا في منزلنا هذا، واردد عنا شره وشر كل ذي شر، وارددنا إليه مرارا أو مرمرا أو مرارا كثيرا. هذه منازل زيد بن حسن رضي الله عنه. أنا أتوقع أنه أشتر هنا، كأنه وجه جمجمة سبحان الله تحت النقش. هذا هو نقش زيد بن حسن. هنا كذلك برضو في نقش، اللهم صلي، كأنها صلي على زيد بن حسن
ما ادري ايش الباقي. كذلك هنا برضو نقش آمن زيد بن حسن بالله العظيم، وأنا آمنت بالله العظيم لا إله إلا أنت. هذه الصخرة كذلك يعني من أكبر الصخور المنقوشة وعليها نقش، جوار النقش اللي فوق هذا كذلك برضو لحسن بن زيد أو زيد بن حسن. الحين رايحين نتقهوى ناخذ فنجان القهوة مع الشباب الباحثين. في هناك كذلك نقوشات نروح نصورها، في نقش جديد جميل على سفين ونخلة برضو نروح نشوفه. عوافي يا شباب. هذا ابو عمر، صراحة النقش جميل يا ابو عمر، ما ندري مين ابو عمر لكن نحييك على النقش الجميل، يعني افضل من العبث الشخمط اللي يقعد يشخمطه. برضو ليه تحطيت عام كم يا ابو عمر؟ يصير يجوا بعد 200 سنة 100 سنة ويشوفوا هذا النقش الجميل. هناك نقش اخر نروح له الان. هذا النقش هذه طبعا هي المنطقة اللي هي ديار أو منزل زيد بن حسن. هناك النقش في الصخرة الكبيرة.